انت في النهاية بتضيع المزيد من الضحايا هنا وهناك، بتنشر ثقافة الانتقام والكراهية. خلوا القانون هو الذي يثأر لك. للأسف الشديد عملية الفقر ما زالت مستمرة. نتمنى أن جلسات الصلح دي تنجح في وأد الفتن وإنهاء كل الحالات الفقرية في مصر. مشكلة كده حصلت، وطبعا والدي توفى فيها، وحصل برضو ابن اخويا انا برضو اتعور فيها، وطبعا اهل الخارج دخلوا وبنا الصلح وبنا كفن، وبشكر برضو الناس برضو اللي دخلت في الصلح. اهل الخير اتدخلوا برضو في موضوع الحل، محدش طبعا اتفق في الحل لبعض طبعا الشباب اللي كانت متواجده من عندنا او من عندهم، فحصلت خلافات كتيره. فطبعا لما حصلت اخر مشكله توفى فيها عمي الله يرحمه، ووصف فيها اعتبر ابن عمي، فطبعا ده كان بالنسبه للحاله، بالنسبه عندنا حاله الوفاه طبعا كانت حاله صعبه، لانه يعتبر كان كبير العيله. هو كل اهل الخير وكل الناس الموجودين وحتى الناس السياسيين والتنفيذيين وكل قلوب الخير والجهات الامنيه والقوات المسلحه كله قام بالدور، فاحنا وفقنا بينهم. كل طرف كان له طلبات، اهل طبعا المتوفي لهم طلبات، زعلانين ولهم دم، اصحاب حق، واحنا عندنا في الامثال بلدي بنقول صاحب الحق سلطان، يعني هو له حق، محدش يقدر يقول له مالكش. احنا ده الولاد ولادنا، واحنا ما زلنا برضو ايه، واحنا ما زلنا برضو اهل، وما فيش حاجه تفرقنا، واحنا اخوالهم وسيادهم، وما زلنا برضو ايه، احنا راجل واحد. ربنا يهدي الجميع. قالت الطويل وقالت الامين دول اصلا من فوق اخوات وولاد عم ومناسبين من بعض، العيله دي مناسبه من دي والعيله دي مناسبه من دي، دول اخوال دول ودول اخوال دول، دول عمام دول ودول عمام دول، فربنا يكرمهم ويهديهم. والحمد لله ده هو يعني كان خلاف بسيط، لكن الشيطان زي ما انت عارف. وعدت الاهالي الفيوم من اي خصومه هتنتهي هكون اول الحاضرين، والحمد لله كل الخصومات اللي حصلت ببقى اول الحاضرين، وده تشجيع لانهاء الخصومات. توجيهات السيد الوزير مجدي باب غفار لنا ان انهاء الخصومات دور الشرطه لا يقتصر في ضبط المتهم وتقديمه للعداله، لا ايضا بيمتد زي ما قلت في كلمتي ان احنا بنمتد لدرء اي دماء بين العائلتين بعد كده. احنا بنظبط المتهم، بيتقدم للعداله والعداله بتاخد مجراها وبياخد حكمه، ده متهم، والدعوه الجنائيه شيء والتصالح شيء اخر، عشان برضو الناس تبقى على معرفه بهذا الكلام. لما نعمل التصالح دوت عشان مستقبلا بنضرب اي دماء او اي خلاف او اي تعصب بين عائلتين. اكثر الصعوبات قابلتنا في الخصومه دي شويه، يعني بيبقى فيها هي عائلتين كبار، لكن الحمد لله مع الاصرار مننا ان احنا ننهي هذه الخصومه اصرينا، حققنا هدف احنا كلنا عايزينه. وزي ما قلت احنا النهارده بنحضر خصومه هنا، وفي شهيد بيدفن في بشويه وانا رايح له دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، توجيهات السيد الوزير بنتم تنفيذها، وهو على علم تام بانهاء هذه الخصومه الان من وجهه الشرطه سيادته للعائلتين، لان هم فعلا يبداوا يفتحوا صفحه جديده، نطوي القديم ونفتح الجديد.